الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous في مبادئ اللغة بو nouvelle فيديو. الدرس الثامن الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أحرف. كما درسنا سابقا الفعل ينقسم إلى قسمين اثنين فعل ثلاثي وفعل رباعي وكلا القسمين ينقسم إلى قسمين ثلاثي مجرد وثلاثي مزيد رباعي مجرد ورباعي مزيد ودرسنا ان الفعل الثلاثي المزيد فيه ينقسم الى ثلاثه اقسام مزيد فيه حرف وله ثلاثه اوزان فاعل وافعل وفعل القسم الثاني مزيد فيه حرفان وله خمسه اوزان وهي تفاعل تفاعل إن فعل، إفتعل، وفعلّ. والقسم الثالث مزيد فيه ثلاثة أحرف. وله وزنان: إستفعل وفعلّ. ودرسنا في الدرس السابق وزن إفعلّ. اليوم ندرس وزن إستفعل. تقول: استفعل في الماضي، يستفعل في المضارع، استفعل في الأمر، استفعالا في المصدر. مثاله: استغفر، يستغفر، استغفر, استغفر، استغفارا. استفعل، يستفعل، استفعل، استفعالا. استفهم، يستفهم. استفهم استفهاما. استفعل يستفعل استفعل استفعالا. استأذن يستأذن استأذن استئذانا. استفعل يستفعل استفعل استفعالا. ومن معاني وزن استفعل. المعنى الأول Talabou, Mithaluhu rafara, pardonner, istafara yani talabou, el marfirati, demander le pardon. Fahima, comprendre, istafhama, yani talabou, el fahmi, demander la compréhension. Wamin ma'ani, wazni, istafala, el moussa, dafatou. Istahsana, zeidun, el kitaba. Bimana, صادف زيد الكتاب حسنا. استكرم زيد ياسرا بمعنى صادف زيد ياسرا كريما المصادفة هي الحالة التي وجد الفاعل المفعول به عليها الدرس الثامن ادخل يا زكريا تأخرت كثيرا ما الذي أخرك كنت متعبا فاتيجي فاستلقيت على قفايا استلقيت سالونجي بعد الصلاة لكي أستريح قليلا لكي أفانك ك أستريح فغلبني النوم ما وما استيقظت إلا الساعة التاسعة فتوضأت وتوجهت بسرعة إلى هنا لا استحممت ولا أفطرت استحم prendre أفطر مانجي شوز. ألم يوقظك زملاؤك يوقظك réveillé إن زملائي الذين يسكنون معي ذهبوا كلهم إلى المطار لاستقبال رئيسهم لا بأس اقرأ الحديث يا مروان. عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي حرم التغدير، الظلم لنجيستيس وجعلته بينكم محرما Et je l'ai rendu entre vous interdit. Fala ta d'alamou. Ne soyez donc pas injustice les uns envers les autres. Ya ibadi kullukum balun illa man hadeytu. dalun égaré, hadeytu, guidé. Fastahdouni ahdikum istahda talabu el hidaya. Ala wazni istafala. Alli, demandez la guidance. Ahdikum, je vous guide. Ya ibadi kullukum ja'irun. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم استطعم طلب الطعام على وزن استفعل يا عبادي كلكم عار ن إلا من كسوته كسوته فيتير فاستكسوني أكسكم استكسى طلب الكسوة والكسوة لفتمان يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر لكم الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم" رواه مسلم. يدخل عبد الملك المدرس الان تاتي وقد انتهى الدرس او كاد. من قواعد لغه العرب ان همزه الاستفهام اذا دخلت على حرف ساكنة مدت. هنا الهمزة همزة الاستفهام "أ آه الآن" وبعدها حرف ساكنة فوجب مد الهمزة لكي لا تشتبه همزة الاستفهام بهمزة الوصل التي في أول الجملة فلو قلت الآن لا يفهم أن الجملة استفهامية فلابد من مد الهمزة فتقول آه الآن ذهبت إلى مستوصف الجامعة فحولني الطبيب إلى المستشفى العامي حولني إلى المعنوي لا بأس عليك طهور إن شاء الله استأذنت المديرة نعم استأذنته قبل الذهاب فأذن لي يرن الجرس فيخرج المدرس ويتبعه حامد ويسر إليه حديثا أسر دير أن سكري يا فضيلة الشيخ أريد أن أتحدث إليك في موضوع ولكنني أستحي استحيا ici a le sens d'avoir de la pudeur d'avoir honte قل ولا تستحي هنا الفعل مجزوم بلا الناهية

فهل يمكنني أن أقترض منك؟ اقترض سي de نعم إن شاء الله جزاك الله خيرا سآتيك بعد صلاة العصر إن شاء الله إذا أنتظرك إذا حرف نصب هنا والفعل منسوب بِإِذَنْ الصنص أنت الآن في بيتك الجديد، أليس كذلك؟ بلى عسى أن تكون مستريحا فيه مستريحا أبزى نعم الحمد لله أجب عن الأسئلة الآتية من أبواب الفعل الثلاثي المزيد باب إستفعل زيدت في أوله همزة وسين وتاء نحو استقبل استغفر استمر استخرج من الدرس الافعال الوارده فيه من هذا الباب تامل المثال ثم هات المضارع والامر والمصدر من الافعال الاتيه استقبل يستقبل استقبل, استقبل استقبال استغفر يستغفر استغفر استغفارا استراح يستريح استريح استراحة تنبه هنا الفعل على وزن استفعل إذا كان قبل آخره آلف كاستراح واستقال واستفاد واستقام كان في مصدره تأنيث المتحرك في آخره تقول استراحة مصدره استراحة استقال مصدره استقالة استفاد مصدره استفادة وسندرس هذا بالتفصيل في دروس الصرف إن شاء الله تعالى عين في الأمثلة الآتية باب استفعل بمشتقاتها استلقيت على قفايا لكي أستريح كي من نواصب المضارع ويسمى حرف مصدرية ونصب واستقبال لأنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر فتأويل المثال السابق استلقيت على قفايا للاستراحة والغالب أن تسبقها لام الجر التي تفيد التعليل فإن لم تسبقها فهي مقدرة. إذا دخلت لا النافية على الفعل كتبت متصلة بكي لكي لا نحو أسرع لكي لا تتأخر عن الدرس. كي حرف نصب ومصدر. تدخل على الفعل المضارع، ومعنى حرف مصدر إن, أن تؤول مع فعلها مصدرا مؤولا، مثاله: جئت لكي أكرمك، جئت لكي أكرمك، فتؤول كي هنا مع فعلها بمصدر مؤول، فالمعنى: جئت لإكرامك. وتقترن بكي لا الجر التعليلية لي ظاهرة أو مقدرة. تأمل الأمثلة الآتية تفهم معناها. حامد: سأزورك اليوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله. خالد: إذا أنتظرك. Alors, je t'attendrai. هذا أحسن معجم مدرسي، إذا نشتريه. Alors, nous يصل أستاذنا غدا إلى المدينة المنورة إن شاء الله. إذا نستقبله في المطار. Alors, nous أخشى أن يطوى قيدك فإن غيابك كثير. إذا لا أغيب في المستقبل إن شاء الله تنسب إذن الفعل المضارع بالشروط الآتية أن تكون متصدرة يعني أن تبدأ الجملة أن تكون غير مفصولة عن الفعل بغير القسم ولا النافية أن يكون زمن الفعل مستقبلا إذن الناسبة إذن حرف جواب ونصب واستقبال حرف جواب لأنها تأتي في جواب جملة أخرى نسب لأنها تنسب الفعل المضارعة واستقبال لأنها تستعمل في معنى الاستقبال إذا الناسبة تنسب الفعل المضارعة بشروط الشرط الأول أن تكون في صدر الجملة الشرط الثاني الا يفصل بينها وبين فعلها الا بلا النافيه والقسم الشرط الثالث ان يكون الفعل بعدها بمعنى الاستقبال اذا توفرت هذه الشروط الثلاثه نصب اذا الفعل المضارع مثال ازورك غدا الجواب إذن أكرمك إذا هنا في صدر الجملة ولا يفصل بينها وبين الفعل شيء والفعل في معنى الاستقبال وجعلته محرمة جعل هنا من أفعال التحويل وهي بمعنى صيّر تنسب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر نحو الخمر حرام. جعل الله الخمر حراما. وفي التنزيل: الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات تباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله جعل لكم الارض بساطا ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده وتكون ايضا من افعال الشروع. وتعمل حينئذ عمل كان، نحو جعل حامد يضربني، وقد مرت بك في درس سابق، وتاتي بمعنى اوجد، وهي فعل تام وتنسب مفعولا واحدا كما في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. نعلم ان الفعل المتعدي ينقسم الى ثلاثه اقسام ودرسنا في الدروس السابقه الفعل الذي ينسب مفعولين اثنين ومن هذه الافعال ظن وراى ومن الافعال التي تنسب مفعولين الفعل جعل جعل من افعال التصيير بمعنى التحويل التي تنسب مفعولين اثنين، وهو يدخل على الجملة الاسمية وينسب المبتدأ والخبر على أنهما مفعول له، ويفيد تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى، مثاله: الكتاب جميل، جعلت الكتاب جميلا. J'ai rendu le livre beau. مثاله: الكتاب جميل، الكتاب مبتدأ، جميل خبر، جعلت الكتاب جميلا، الكتاب مفعول به أول، جميلا مفعول به ثاني ومما درسنا من النواسب: أن حرف مصدرية ونسب واستقبال، لن وهي حرف نفي ونسب واستقبال، كي وهي حرف مصدرية ونسب واستقبال، وإذاً: وهي حرف جواب وجزاء ونسب واستقبال الكلمات الجديدة ومن الأفعال استلقى استلقاء بمعنى اتجع سنجي استراحة استراحة سغبوزي ومرادفه استجمع غلب يغلب غلبا فانك ومرادفه هزم استحم يستحم استحماما douche مرادفه اغتسل أفطر if rompre le jeûne. j'attire votre attention que Aftara peut s'employer également pour une personne qui n'a pas forcément l'intention de jeûner. simplement, on emploiera ce verbe pour le premier repas qu'il prendra dans sa journée. et haft'ala, réveiller quelqu'un. muradifuha nabbaha, wadi dhuru na tahriman, har rama tahari iman, muradifu haft'ala, tava alama, tava aluman, être injuste les uns envers les autres. Rodiduota dalam. Istadraman, istitramen demander à manger. Kasa yaksu kaswan vetir. L'amoura di fuho labissa. Istaksa yastaksi, istixa ind demander des vêtements. Hawalahu ila tahwilan renvoyer. Iqtarada, iqtiradan emprunter de l'argent. Akarada, ikaradan prêter de l'argent. Istakarada, istikaradan demander un prêt. Ces trois verbes sont dérivés du mot kardu, le prêt. Aqtaa yurtiu yqtaan faire une erreur se tromper. Diddouhu ashab istahda yistahdi istihdaan demander la guidance. Muradifou istarshada waddidouhu istaballa. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.